غلاء الأسعار كان له تأثير على شنط رمضان وكراتين الخير، وهي المسميات التي يطلقها المصريون على السلع الغذائية التي يشتريها أهل الخير لتوزيعها قبل حلول الشهر الفضيل. رصدنا تراجعا في هذا النشاط لدى محل البقالة. الارتفاع الأسعار أثر في شنط رمضان برضو، يعني نسبة شنط رمضان قلت بنسبة 25% عن السنة اللي فاتت. يعني أنا السنة دي أنا كنت بعمل مثلا مش أقل من 1000 شنطة سنوية، السنة دي لحد دلوقتي طالع من عندي حالي 77 شنط. تخيل انت فرق الشنط ده كله ليه؟ عشان ارتفاع الأسعار. بعض أهل الخير بدأوا في شراء لوازم إفطار الصائم قبل حلول رمضان بشهر أو ربما أكثر من أجل التحوط لارتفاع أسعار السلع. دفع ارتفاع أسعار السلع بعض المؤسسات الخيرية إلى تحديد أسعار صكوك المساهمة في عبوات إفطار الصائم مشروطة بتواريخ محددة، كما ظهر في إعلاناتها واحدا تلو الآخر خلال فبراير ومارس. مش هدفنا الربح، يعني ما عندناش الرفاهية بتاعت ان احنا ناخد السلعة بجنيه ونخزنها ونبيعها بجنيه وحبة، لا، هو هي تطلع بنفس السعر بتاعها. فدايما كلنا في عرف المجتمع المدني هتلاقينا بنجيب التعاقدات بتاعتنا والاستوكات بتاعتنا ونقول يا جماعة احنا ملتزمين بالسعر ده لغاية ما تخلص، وبعدين لو حضراتكم عايزين مرة تانية هنرجع نشتري ستوك جديد بسعره في السوق في وقتها، فهو ده هيبقى السبب الوحيد لحاجة شبه كده. يعني حتى المؤسسات الخيرية تعاقدت كعادتها مبكرا من باب التحوط ضد موجات الغلاء. كنت شاركت مع أشخاص مش مع مؤسسات كبيرة في موضوع التعبئة دي أكتر من مرة، عرفت أن التفاوت في الأسعار ده بيعمل اختلاف كبير، فمبسوط أن مؤسسة مصر الخير احترمت ده وعملت ده بدري. مع اقتراب شهر رمضان يزداد النشاط الخيري ويرتفع إقبال الناس أكثر على صكوك الجمعيات، إذ يستشعر بعضهم الحرج في توزيع كميات أقل من المعتاد. تامر نصرت، العربية، القاهرة.